نتاع كربلاء. علي بن شيخ للأمانة للأمانة أنت من البداية لم تكن متحمس لهذه الكأس العربية، وطالبت حتى بمولودية الجزائر من أنها لا تلعب هذه الكأس العربية التي لا تقدم شيئا سوى بين قوسين الأموال، ولكنها من ناحية المستوى، وهذا ديجا دخلنا هذا برومي تور نبداو المشاكل. أنا والله لهاد المقابلة نتكلم مع الدراهم هادو، لأن الأخرى هي أغراض سياسية، ونخلي الكلام هذا الناس تاع السياسة ما ندخلوش فيه. نتكلموا على الدراهم. الدراهم هادي لا سانكسيون اللي ترو سيفار، إي جو نفوا با علاش يا سانكسيون، ولهذا أنا ليا سي يا أون أوتونومي ريال دو لا فيديراسيون، إي كو كان لي كلوب ألجيري نو بارتيسيب بلو أ سو جور دو شوز. انا من الاول كنت نقول لك بلي ما نساش نشاركوا معاهم، حنا وني 40 مينوت دو لوروب، حنا نورمالمون الدنيا ندخلوا في لوروب عندنا في لوني اوروبيا. كان لا مش لا حاجه مهمه، ولا عنده الحق صح تروح من الاخر سي سبع سوايع تروح لاسبانيا ولا فرنسا سي ساعه تخسر كاع حماك تروح تلعب باش تربح دراهم تولي خاصه 155 دولار. انا مونسو سامسي اخويا هذه تروك لي بارجيني قال خويا هاي ليكم اخويا ما نلعبوش نجبدوا روحنا كي ولات هكذاك عيناني ها بالك حنا ماشي عارف كيما هما بيتات دونك خلوهم بيتات وني دي بربح حنا مزيغ قالك قالك بالشيخ حنا مزيغ حنا مزيغ هاي فرحوا بك لا لا صح صح انا الجيري الجيري سي مزيغ سي مزيغ كوم يشوف حنا حنا مزيغ سي سي ليستوار كي لو دي انا جو دي بار كونتر يا اخي ما لا لعبوا نتوما وحدكم وخلونا حنا نلعبوا كاس المغرب العربي ولا كاس المغرب العربي عندك كاس